مرحبا بكم في عدد جديد من بيزنس بلانيت من هنا في دبلن. اليوم أوروبي من بين ثلاثة تجاوز سن 55 عاما. هناك توجه حقيقي لريادة رجال الأعمال من كبار السن. أيرلندا بدأت بتطبيقه من خلال مبادرة مهمة. هذه الحلوى الصغيرة التي يطلق عليها اسم الجيلي فول هي من إنتاج مصنع الأيرلندي بيتر. أسسه بينما أغلقت الشركة التي كان يعمل بها أبوابها. اليوم شركته هي الشركة الأوروبية الرائدة في إنتاج هذا النوع من الحلوى. إنها توظف حوالي 70 شخصاً، مبيعاتها السنوية 16 مليون يورو، ومن المقرر توظف 15 شخصاً إضافياً. مبيعاتها قد تبلغ 20 مليون يورو بحلول عام 2016. 97% من إنتاجنا يصدر إلى 50 بلداً في أنحاء العالم، إلى أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة والشرق الأقصى والشرق الأوسط وحتى إلى أستراليا. قصة نجاح بيتر جعلت منه محركاً طوعياً، رول موديل لتشجيع من تجاوز سن 50 عاماً على الدخول في عالم المشاريع. بالنسبة إليه، هذا النجاح له علاقة أيضاً بثقافة المشاريع وطريقة الإدارة. نجتمع بموظفين على الأقل مرتين في السنة ونتقاسم معهم جميع المعلومات، كل ما يتعلق بالمعلومات المالية للشركة والأسواق الجديدة التي نعمل معها والمنتجات الجديدة التي سنطورها. نشرك الفريق بأكمله في إدارة الأعمال. مشروع عمل كبار السن أطلق عليه اسم الممارسة الجيدة على المستوى الأوروبي، ولد هنا في أيرلندا وتم تطويره في المملكة المتحدة وفرنسا. هذه المبادرة حصلت على الجائزة الأوروبية لتعزيز ريادة الأعمال في العام 2013 في فئة الاستثمار في المهارة الريادية، لأن لكبار السن دور أساسي في تطوير ريادة الأعمال. في أيامنا هذه تجاوز سن 50 يعني الدخول في نمط حياة الناس فيه يدركون بأنهم يمتلكون الوقت والصحة والخبرة وشبكات لبدء شيء جديد في 50 من العمر. خلال دورة التدريبية هناك اجتماعات مع الموجهين كبيتر أو مع رجال أعمال آخرين من مشروع كبار السن للمشاركة في المشروع لتطوير اتصالاتهم والحصول على مفاتيح النجاح. الأرقام تتحدث عن نفسها. خلال أكثر من 4 سنوات مؤسسة مشروع كبار السن ساعدت على خلق أكثر من 1000 شركة خاصة في إيرلندا وفرنسا وبريطانيا. من وجهة نظري، مفاتيح النجاح في مجال الأعمال التجارية هي الاعتقاد القوي في المشروع وخلفية مالية جيدة والحصول على موظفين جيدين للعمل في الشركة.